لمناقشة مستقبل العراق والمنطقة بعد سيطرة الميليشيات على المعابر في العراق وأيضا نفوذها في الحكومة الجديدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. يعني إلى أي مدى أصبح العراق معرضا أكثر للدخول في الفوضى الأمنية وأيضا انفلات المعابر بعد إحكام سيطرة الميليشيات على هذه المعابر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بالتأكيد هناك تغير سلبي سيحدث أو نحن مقبلون عليه، العراق مقبل عليه بسبب التشكيلة الحكومية الحالية، بسبب نجاح الإطار التنسيقي في الحصول على موافقة البرلمان في تشكيل الحكومة. لماذا؟ لأن الإطار التنسيقي كما نعلم يتكون من الأحزاب الميليشياوية، من الأحزاب التي تستخدم الميليشيات أو لها ميليشيات تمثل مخالبها وتمثل أدواتها العسكرية من أجل الهيمنة على كثير من الموارد العراقية بما فيها المنافذ الحدودية، وهناك أيضا مساع للسيطرة أيضا على مصادر الطاقة. التداعيات ستكون كبيرة بالتأكيد، لأن الاقتصاد العراقي سيتأثر بشكل مباشر نتيجة سيطرة المنافذ الميليشيات على هذه المنافذ هذا من ناحية. من ناحية أخرى اجتماعيا ستزداد حالة تفشي المخدرات، تجارة المخدرات في داخل العراق، بسبب أن هذه المخدرات كما نعلم تأتي من خارج العراق، لا سيما من عبر الحدود السورية وعبر الحدود الإيرانية. المشكلة ستكون أكثر تعقيدا مما هي عليه الآن. طيب أستاذ لبيد، ولكن يعني كيف يمكن للحكومة أن تقبل بنفوذ الميليشيات على المنافذ الحدودية؟ كما تعرفون المنافذ الحدودية تمثل شرايين مهمة للبلاد. نعم، نحن نتكلم الآن عن حكومة ميليشيات، يعني احنا هذه التشكيلة الجديدة لا تختلف عن سابقاتها. يعني حزب الدعوة منذ عام 2005-2006 سيطر على الحكومة وما زال مسيطرا على الحكومة الآن، وخلال فترة حزب الدعوة كانت هناك تقسيم للمناصب الوزارية على أساس المحافظة الطائفية. لم يتغير شيء من جوهر هذه المسألة. التشكيلة الحكومية الآن تتشكل من 12 وزيرا شيعيا وست وزراء سنة ووزيران كرديان ووزير من القاول، يعني إذا هناك إعادة تدوير لنفس العملية ونفس البنية التي تتشكل على أساسها الحكومة. والسيطرة الأساسية لهذه الحكومة هي للأحزاب كما نوهنا، الأحزاب التي لها ميليشيات. فالسؤال هو بالحقيقة لماذا نتوقع من هذه الحكومة أن تضرب على يد الميليشيات؟ يعني لأنها الميليشيات هي أدواتها، والحكومة هي التي ستوفر الغطاء اللازم لهذه الميليشيات من أجل تعميق دورها وتعزيز دورها العسكري ودورها في تعزيز نفوذها وسيطرتها على المفاصل مهمة من الدولة بما في ذلك المنافذ الحكومية، وأيضا تعزيز دورها في ابتزاز الناس وتعزيز حتى مسألة تسليحها، يعني لكي تتفوق، وهي منذ الآن متفوقة تسليحيا على القوات الرسمية، القوات المسلحة الرسمية. فنحن مقبلون على دور كبير في معزز لهذه الميليشيات على حساب المؤسسات العسكرية الأخرى. ولكن أستاذ لبيد، بالنسبة إلى دول الجوار، يعني كيف يمكن أن تتقبل هذا النفوذ من قبل الأحزاب الطائفية التي انبثقت عن الميليشيات؟ هذا النفوذ الذي أسهم بموضوع مهم جدا، ألا وهو زيادة تجارة المخدرات إلى هذه الدول، كيف ستقبل بذلك؟
مشكلة دول الجوار، يعني دول الجوار، يعني نحن نستثني سوريا، لأن سوريا هي يعني كدولة مجاورة، هي دولة، هي جزء من ركيزة من ركائز المشروع الاستراتيجي الإيراني. والإيران كما نعلم تستخدم الميليشيات العراقية كآلية من آليات هذا المشروع، يعني هي الآلية الرئيسية لمد نفوذها في المنطقة. بالنسبة للدول الأخرى خصوصا دول الخليج، يعني دول الخليج تعلم علم اليقين بأن الميليشيات ما هي إلا مخالب وأذرع لأذرع إيرانية. ودول الخليج لا تريد أن تدخل في أي نوع أي حالة من الصراع مع إيران، يعني لا تريد أن تستفز إيران لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. لذلك فدول الخليج لا تستطيع أن تدخل فيها في حالة صراع، ولا تستطيع أن حتى تقدم مذكرة احتجاج للحكومة العراقية ضد النفوذ وضد استهتار الميليشيات فيما يتعلق بحدثت عدة مرات اعتداءات من خلال طائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية قامت بها الميليشيات العراقية بالتخطيط والتنسيق مع الميليشيا الحوثية كما نعلم، يعني نعم. فما بالك بموضوع تجارة المخدرات وتهريب المخدرات والممنوعات إلى هذه الدول. أنا لا أعتقد أن دول الخليج تجروا على التحرش بالميليشيات، لأنها تعتبر أي حالة تحرش بالميليشيات هي عبارة تحرش مباشر أو غير مباشر بإيران، ودول الخليج غير مستعدة لهذا السيناريو. أستاذ نبيه، سيطرة الميليشيات أكثر على موضوع مصادر الطاقة والموارد النفطية، كيف يمكن أن تؤثر على المواطن العراقي؟ نحن نعلم أن الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا شبه كلي على عوائد البترول، يعني يبيع البترول ومقابل هذا والأموال التي يحصل عليها العراق هي تتحول إلى رواتب وإلى خدمات وإلى مشاريع صغيرة، رغم أن المشاريع شبه متوقفة حاليا في العراق. لكن العراق يمشي أموره بعوائد البترول، يعني الصناعة في العراق تم تدميرها، والزراعة كذلك عملية التصحر متزايدة كما نعلم. فلذلك الاقتصاد العراقي سيتأثر، ستحدث انتكاسة أكيد بالنسبة للاقتصاد العراقي عندما تتمكن فعلا الميليشيات من السيطرة على مصادر الطاقة وتضع يدها على هذه المصادر، لأن الميليشيات بالتأكيد ستكون حصتها كبيرة من إيرادات البترول وموارد الطاقة، وهذا ينعكس بالتأكيد على سيؤدي إلى نقص كبير في مسألة الموارد المخصصة للرواتب وللخدمات في العراق. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.